ملحقش يقول حاجة خالص، دخل في الغيبوبة قبل ما يقول أي حاجة مفهومة أو معروفة. أنت متأكدة إنه قال لك إنه يعرف مكان تمرة فين ومع مين؟ أيوة يا أنكل، بوبي عارف تمرة فين. ده يخلي الموضوع تخيني في سيل، لأن دايرة البحث بتاعتنا هتبقى ضيقة جدا. حضرتك عارف إن بوبي ما كانش اجتماعي بطبعه، ويا دوبك دايرة معارفه ما تتعداش على إيد الواحدة. ده يصعب الموضوع ما يسهلوش، لأن أبوكي عمره ما قرب حد منه إلا إذا كان واثق فيه جدا جدا، ولما شكوكنا تروح ناحية ناس أبوكي ينقاهم على الفرازة الموضوع هيبقى صعب، صعب جدا جدا. جسي يعني انت يا امي ما عندكيش اي مانع لو كومبريسور اقنع ناني ورجعوا لبعض؟ انت مش بتقول خلاص صلح حاله وانت اللي ضامنه؟ يبقى خلاص اماني عليه. يعني في ام في الدنيا ترضى بحال بنتها يبقى بالشكل ده؟ معلش يا امي طمني، ان شاء الله خير والله. يا ابني انا مطمنه طول ما انت معايا حبيبتي، ربنا يخليك ليا. ويخليك ليا يا حبيبي. سامحتك خلاص كده؟ لا لسه في سامحتك كتير. سامحتك كتير جد يا بنت؟ سامحتيني يعني خلصانه بالشكا؟ سامحتك خلصانه. لا ليه مش فاهمك ليه؟ سامحتك عشان ما يكونش في خصومه بيني وبينك، اصل يوم القيامه المتخاصمين بيتقابلوا، وانا مش عايزه ربنا يجمعني بيك يوم القيامه يا كومبريسور. مش عايزه اشوف وشك تاني لا دنيا ولا اخره. يا بنت احنا بتوع ربنا، يعني هتعيش عمرك كله كده؟ وانت عارفه كويس ان محدش يقدر يهوب ناحيه بيتك وانا موجود. اللي يخبط في الضلمه يعرف يمشي في اي مكان يا كومبريسور. بطلنا اللي يعطلنا، ولا تهز شعره فرمشي، خد عجلك وامشي. قابل بقى حازم باشا تبدا تغني وتسمعني كلام انا مش عايز اسمعه اصلا، وهمد ايدي عليها بس عشان خاطر حضرتك انا مقدرك. لا بقول لكم انتوا الاثنين، ما هو بالذوق بالعافيه هتطلعوا هتنزلوا هتتصالحوا على بعض وهتروحوا تعملوا المهمه اللي انا عايزها مع بعض. لا انا اروح اعملها لوحدي، مش محتاجه حد يحرس. لا ما ينفعش يا ناني، وبعدين انا اخوك الكبير يعني تسمعي كلامي. قلت لك الواد اتعدل خلاص. الله، هي الصوره بقى ولا ايه يا بنت؟ ما تسمعي كلامه يا بنت. قولي لها يا امي سلام. اسمعش كلام حازم باشا بيتحط في البلاك تيست. ها ده اكيد حازم بيقولوا ان لقى حاجه يخلي عماد يتكلم بيها. بيحبك قوي على فكره. جوسام انا عارفه انه بيحبني عشان كده بيساعدني، ما يكون حازم بيساعدني ليه يعني؟ يا سلام، ودي ثقة بقى ولا غرور؟ لا ده ولا ده، صراحة بيني وبينك فرقة كذابة، فرقة وفرقة قوي كمان، وابتدى يبان عليك. انتي بالذات تسكتي خالص، انا قافلة بوقي وما بتكلمش معاكي خالص، لكن لو فتحت الموضوع معاكي مش هسيبك الا لما تروحي بيته. اطغي يا صح. ليه دي جاهزة يا دكتور؟ طب ممكن من فضلك تحطيها على مكتبي؟ سهى معلش خلي الهدية هنا وسيبيني لوحدينا. سهى حنين اكيد انت مش هتتكسفي مني، احنا صحاب، واكيد انا عارفه كويس قوي الهدية دي لمين، بس ايه المناسبة بقى؟ يعني عرفت من الفيسبوك ان عيد ميلاده بكره، فيها حاجة؟ يا حياتي يا حياتي، شفتي والله العظيم رغر البلاوي والمصايب اللي انا شايلاه فوق كتافي ده، بس عارفه اللي انا شايفاه فيكي قدامي ده فرحني قوي. طب ما تفرحيني بيكي انت كمان، انت من يوم انت وحازم ما سبتوا بعض وهو ما لقاش حد تاني، وانت كمان ما لقيتيش حد يقنعك. سفاهه، بس السبب اللي انا سبته عشانه لسه موجود. مفيش مشكله ملهاش حل مهما كانت كبيره. حنين اللي واقف بيني وبين حازم مش سوء تفاهم ولا مشكلة ولا سوء ظن، الحاجز اللي بيني عالية. اللي بيحب حد بيلاقي طريقة، صدقيني. تفتكري؟ لا فككوا مني بقى، أنا بقالي نص ساعة بتكلم صدعت خلاص، وكل اللي عندي قلته، عايزين تعرفوا إيه تاني؟ أنت
بقالك نص ساعة بتلف وتدور، ولو قعدت 100 ساعة تحكي مش ده اللي أنا جاي عايز أعرفه منك علاء. بقولك إيه يا حودة، أنت مش محتاج مني أي خدمة. استنى أنت زيكو. بقولك إيه، أنتوا جايين تهددوني ولا إيه؟ أنتوا طلبتوا مني أبعد وبقيت جاي لي دلوقتي ليه؟ رد على دكتور محمود عايز يعرفه يا علاء وإحنا نمشي بكل هدوء. لا رد أنت يا سناء، أنت عارفة كل حاجة يا سناء، أنت عارفة إن أنا لا يمكن أأذي تمارا. إحنا أذكى من كده يا علاء، إحنا مش جايين نتكلم على تمارا، إحنا جايين نتكلم على أبوك. لا لا بقى، أنتوا مالكم يا أبويا؟ مش أبوك اتحكم عليه في القضية اللي أنت دلوقتي بتقول إن زي متورط فيها بس خلع نفسه منها زي الشعرة من العجين؟ مش ده الكلام اللي أنت قلته في برنامج عند راوية؟ راوية إيه اللي قالت له كده؟ يا سلام، وأنت أي حاجة راوية تقولها لك تقوم قايلها على طول كده؟ مفيش حاجة حلوة وحيدة افتكرتها لتمارة تمنعك إنك تشوه سمعة أبوها بالطريقة دي؟ وكل ده ليه أصلاً يا علاء؟ عشان الفلوس؟ طب ما هي تمارة ياما ادتك فلوس. اخس بجد اخس. بقول لك إيه؟ فكك بقى من الجو ده وما تمشيش عليها دور المثالية. يعني انت ما تعرفش دلوقتي اذا كان زايد متورط في سجن ابوك في القضيه دي ولا لا؟ ما اعرفش. انا كل اللي اعرفه ان انا صحيت من النوم لقيت ابويا محكوم عليه ب 15 سنه، ولا معايا فلوس اقوم المحامي، ولا عارف اصلا اعمل اي حاجه، بس كل اللي متاكد منه ان هو بريء. لو ابويا عايش ب 15 سنه فساد، ابنه هيعيش العيشه اللي وقت خدي ايه؟ ايوه انا فلاح وبعتز باصلي يا دكتور علي، تبصلي من تحت لفوق او تعتبريني جاهل عشان مش بتاع اتيكيت او حتى لاسع، انما انا مش خايف. اولا اسمها اتيكيت، وبعدين انا اصلا مش المفروض اصلا ان انا اشوفك. انت في بينك وبين المستشفى هنا بيزنس تعمله وانت ساكت، تروح تجيب عيانينك وتعمل عملياتك هنا هو جوه المستشفى وتحط لسانك في بقك، انما تتدخل في اللي مالكش فيه ده بقى اللي جميل. جميل ايه يعني؟ وكل ده ليه؟ انا ما اجرمتش ولا ارتكبت جناية. اصلك لا تدري ولا تعرفي بمعزه الدكتور زايد عندي، ربنا يقومه بالسلامه وما يحوجنا للي ما يسواش. انا ما غلطتش عشان بقول عايز اطلع على نوعيه العلاج اللي بيديه له دكتور حسين بصفتي دكتور. بصفتك ايه؟ دكتور. دك هو هو دكتور. انت نسيت نفسك يا ابني يا ابني، انت احرج دكتور بيطري بتعالج البهايم عندكم في بلدكم، رغم ان انا بحب البهايم على فكره. وطالما لا مؤاخذه يعني يا دكتور علي، شايفاني كده زي انا اشتغل في المستشفى بتاعتك ليه؟ للاسف، لان انت شاطر وبتكسب المستشفى، بس انا مش هفضل ساكتالك. انا اللي مش ساكت عليكم كتير، انا ليا شيكات على المستشفى دي ب 900,000 جنيه، لكن اصل الطيب منعني اطالب عشان الظروف المهببه اللي احنا فيها دي. اتفضل على الجزمه القديمه، تروح دلوقتي الحسابات تاخدها. وتفتكر انا هستناك لحد لما تقولها لي؟ روح. صفوت قال المستشفى ما فيهاش رصيد، والشيكات اللي معايا انا واخد عليها رفض من زمان. المستشفى ما لهاش رصيد؟ ما الله يكون في عونك يا دكتور علي، الحمل اللي انت فيه ده يهد جنبك. انت مش دريانه باللي بيحصل، ما هو من يوم الحادثه المقنديل اللي حصلت لدكتور زايد والمستشفى بتضرب تقيل كل يوم النيابه في المستشفى، مره حادثه سرقه، مره تغيير عين التحاليل، مره معرفش ايه، الزباين بقيت تطفش والمستشفى سمعتها في النازل يا دكتور علي. فعلا دكتور علي اللي لسه ربنا ما خلقهوش انه يلوي دراعي، هتتفضل تاخد النهارده كل فلوسك من حسابي الشخصي في البنك. الله يسامحك يا دكتور علي، بعد العشره دي كلها هي دي الصوره اللي انت واخداها عني يا دكتور علي؟ انا ما تهمنيش الفلوس دي، اخر حاجه انا بفكر فيها، انا اللي يهمني العيش والملح، ومعزه الدكتور زايد هي اللي جابتني هنا عشان اشرح لك الوضع وافهمك. تشرح لي ايه؟ هو انت بتفهم في حاجه خالص؟ بقول لك ايه، انت تروح تخلص لك الكام عمليه اللي انت حاجزهم، وبعد كده ما تشوفش خلقتك هنا في المستشفى. كفايه بقى زن وقرف وريحة وحشة وكلام ملوش معنى. بره انا مش وحشة يا دكتور علي، انا عذرك، انا عذرك عشان المعصبية اللي انت فيها دي. لا حول الله يا رب. هو اللي بعتك؟ لا، ناس صحابه يهمهم انك ترجعي له، دي حياته اتدمرت خالص من غيرك. بقولك ايه، انا ما اعرفش حد بالاسم ده، من فضلك بطلي حواراتك دي. في حاجة يا دكتورة صباح؟ لا يا بابا، دي عايزة دواء وأنا بحاول أقنعها بالبديل. خدي الدواء ده وامشي من هنا.
مش عايزه مشاكل. ما دومتي لسه بتداري على الموضوع يبقى شغلك. اكيد تسمعي عن مستشفى زايد الهيئه، تروحي وتسالي عن دكتوره عليا الهيئه. سلام يا حلو. دكتوره سماح، اتاخرتي على ميعاد الكنيسه. دكتوره سماح، اتاخرتي على ميعاد الخدمه في الكنيسه. لسه يا بابا، فاضل على وردتي ساعتين. عموما انا هحل محلك هنا، ميعاد الخدمه اهم من اي شغل تاني. يعني ايه مفيش فلوس؟ انا مش جاي اشحت منك. وانت اتجننت ولا ايه؟ ولا انت مجنون من الاول وانا مش واخده بالي؟ طب ما تعتبريني زي علاء اللي انت مغرقه فلوس. وانت انا دافع حاجه من جيبك ولا فاكره نهبل ومش عارف الفلوس دي بتيجي منين وعشان ايه؟ انا عمري ما قصرت معاك يا عماد. انما توصل تيجي لغايه هنا عشان تاخد مني فلوس تشتري بيها مسدس تقتل حازم، يبقى انت مجنون رسمي. ده اقل حاجه في القتل. انت ما تقدرش تقتل قطه، مش هينبني من وراك غير الفضيحه والسلام. فضيحه؟ اه، يبقى الكلام اللي اتنطور زمان عن الفيديو ده حقيقي مش كده؟ انت سافل، امشي اطلع بره ومش عايزه اشوفك في القناه كمان. ما هي ما بقتش فارقه، انا اصلا مش ناوي اعيش كتير في القذاره دي. انا همشي بس مش همشي ببلاش. الكل هيدفع الثمن. اطلع بره بره. الكل يا راويه. بص يا سماح، انا هشغلك عندي هنا في المستشفى بمرتب ما تحلميش بيه. انا مش هعمل ده عشان حاجه غير اني فعلا عايزه اشوف عماد وبس. لسه السبب اللي فرق بينا ما انتهيش، بس ده مش معناه اني افضل جبانه وما احاولش مره تانيه عشان خاطره. طب ايه يا سماح، مستعده انك تشوفي عماد النهارده ولا ايه؟ مستعده؟ يلا بينا. مسدس ولا يوقفني اصلا. بطل عبط يا جوزيف وتعال اقعد علشان نتكلم ونتفاهم. تعرف اني بحسدك على قلبك ده، قلبك الابيض الطاهر اللي منعك انك انت تقتل اكتر شخص بتكرهه في حياتك. يا بختك بقلبك يا جوزيف، يا ريتني كنت زيك. طالما عارف ان انا بكرهك، تبقى عارف بكرهك ليه؟ فما تحاولش تلعبني بالكلام، لان انا برضه هقتلك. انت لو تقدر تقتلني كنت قتلتني من زمان قوي، بس انت ما تقدرش. فاهدى يا جوزيف. ما تقوليش جوزيف، اسمي عماد. يا عماد، حلو كده؟ اهدى بقى وسيب السكينة واقعد عشان نعرف نتفاهم ونتكلم مع بعض. مفيش تفاهم. انت قتلت شريف القواسمي، انت عذبتني، رميتني في الصحراء عريان. انت خليتني اخسر اكتر واحدة حبيتها في حياتي. ليه؟ فاكر؟ فاكر. فاكر يا عماد. بس ممكن موضوع شريف القواسمي ده نعديه دلوقتي على الأقل. نعديه ليه؟ مراته قالت لي ان انت اللي قتلته وخفت جثته. راوية، هي دي اللي انت بتاخد منها الكلام؟ هي دي مصدر ثقتك يعني؟ راوية، ده لسه مبلغاني قبل ما اجيلك دلوقتي حالا ان انت رحت لها واتحايلت عليها وطلبت منها فلوس عشان تشتري مسدس عشان تقتلني بيه. راوية، مفيش حد في البلد دي غير لما اشتغل مخبر ليك، الا انا.
عشان كده حاططني في دماغك. يا ابني انا كنت بحمي البلد ولك لامن البلد كله يهون. انت فقدت الذاكره ومش فاكر غير الكلمتين الخيبانين دول. بحمي البلد، بحمي البلد، حمايه البلد بالعدل. وانت ما تعرفوش لانك ظلمت وظلمت ناس كتير قوي. عندك حق، مجرد شعارات. صح، بس بما انك بقى عارف ومتاكد ان انا فقدت الذاكره، فبالمنطق كده لازم تبقى عارف ولوحدك ان انا مش فاكر اي حاجه. ابيض بلاطه، انا نفسي مش عارفني، انا بني ادم تاني غير اللي انت كنت عارفه. عشان خاطري خلينا نبدا من النهارده صفحه جديده، خلينا من النهارده نبقى اولاد النهارده. ماشي؟ صعب، مش بالبساطه دي. حتى لو انت نسيت، اللي انتوا ظلمتهم عمرهم ما هينسوا، اولهم انا. عارف، عارف يا عماد، بس صدقني انا مستعد اعوضك، مستعد اعوضك عن كل الخسائر اللي انا اتسببت لك فيها، صدقني. تعوضني؟ ضحكتني. تعوضني عن ايه؟ بص، انا ممكن ما يكونش عندي الشجاعه ان انا اقتلك، بس انا اقدر انهي حياتي دلوقتي، لان ما ينفعش احنا الاثنين نعيش في دنيا واحده. فانا هموت نفسي لان هي ببساطه. بس يا مجنون، سيبني. ارمي السكينه دي، ارمي ارمي. أنا لا عارف أقتلك ولا عارف أقتل نفسي ولا أقدر أنسى. عارف، والله العظيم حاسس بيك، صدقني أنا حاسس بيك. عشان كده بقول لك سيبني اعوضك عن كل الخسائر اللي انا سببت لك فيها. اديني الفرصه لده. امسك سيدي، هي دي فيها الفيديو اللي انا صورته لك بتاع الصحراء. على فكره مفيش نسخه تانيه من السيدي هي دي، لا معايا ولا في الجهاز ولا في اي حته. تقدر تعدمها بنفسك. هتفيد بيه؟ يعني ايه هتفيد بيه؟ هو انت مش يوم الحادثه كنت رايح الجهاز علشان تاخد السيليه دي؟ لا، كنت رايح اقتلك. تمام، لو تقدر تقتلني اقتلني دلوقتي، ده اسهل، اسهل بكتير قوي من السكينه. مجرد ضغطه زناتي. ولا اقتلني يا عماد، اقتلني. خد قرارك دلوقتي، ما هو يا تقتلني يا تسامحني وتصدقني وتديني الفرصه اني احاول اعوضك عن كل المشاكل اللي انا اتسببت لك فيها. خد قرارك دلوقتي، اقتلني يا عماد، ريحني. مش قادر، مش قادر. عارف، عارف ان انت مش هتقدر. عشان خاطري صدقني، سامحني وصدقني ارجوك، صدقني انا واحد تاني غير اللي انت تعرفه، افهم. ليه بتعمل كده؟ ليه بعمل كده؟ ليه؟ مش يمكن اكون ندمان على كل حاجه
حاجة عملتها سبب، مش يمكن أكون عاوز أكفر عن ذنوبي وأحاول أصلحها عشان أنضف؟ مش يمكن. أو يمكن عايز تشغلني مرشد، اللي أنت فشلت فيه زمان جاي تحققه دلوقتي. يا ابني أنا سبت الجهاز من يوم الحادثة، أنا ما بقيتش ظابط، أنا بقيت إنسان عادي، افهم. عارف، عارف إن أنت بتدور على رماك يوم ما اقتحم الجهاز. أنا أعرف عنك أكتر ما تعرف عن نفسك، بس ما أعرفش مين رماك. مش عارف أساعدك ولا عارف اسامحك، وديك شايف مش عارف اقتلك. سيبني اطلع بره، انا مش طايق اشوفك لان هفضل شايفك شيطان. بس بيتهيالي اللي مؤمن بالشيطان اكيد مؤمن بربنا برضه، ولا ايه؟ انت مش واسع عليا ومش هسمع لك تتدخل في حياتي. اتفضل اطلع بره. هاي. ها لسه عاوزنا اتفضل بره؟ عموما انا هتفضل عشان تاخد راحتك. اتفضل. اتفضل احنا كمان ولا ايه؟ يلا. انا مش هسيبك تاني يعني، هعمل المستحيل عشان نفضل مع بعض، بس انت كمان لازم تعمل حاجة. يعني انت راجعه بشروط؟ مش هفرض عليك حاجة، اعمل اللي حبك ليا يفرضه عليك. أنا كل اللي أعرفه إن أنا فجأة صحيت لقيت أبويا محبوس، واحد 15 سنة. ليه وإزاي ما أعرفش. والغريب بقى في الموضوع إن هو لو كان ساب لي حاجة، يعني لو هو فاسد كان ساب لي حاجة، كنت عشت عليها ما كنتش عشت العيشة دي. صح؟ صحيح. بس أنت ذكي قوي يا دكتور محمود. أنت جايبني تسكرني علشان ما تعبكش في الكلام، صح؟ وليه بتبص لها كده يعني؟ ابدا والله انا مش عايز يعني امارس عليك اي ضغوط ولا حاجه، جبتك في مكان بتحبه. ويا سيدي لو عايز تتكلم قول، لو مش عايز سهل، اعتبرها سهره لطيفه يعني بيننا اصدقاء وهنمشي بعدها. انا بحب تماره يا دكتور محمود، عمري ما تخيلت ان انا اعيش من غيرها، ولا عمري تخيلت ان انا اذيها او اخونها. مصدقك. وهو ده امل الاخير، عشان كده لازم تساعدنا نرجعها عليه. وعلى فكرة اللي خطفت مارا واللي حاول قتل زايد أكيد له علاقة بالقضية المهببة بتاعت الأمبولات دي ولا فيروس سي. عشان كده أنت لازم تقولي كل اللي تعرفه عنه. أنت زي ما تقوليش إن الرصيد بتاع المستشفى بقى صفر. أنا مش بعد الحادثة طلبت منك إن التقرير يومي تحطه على المكتب، خصوصا إن إحنا في حالة طوارئ. حصل يا فندم، والتقرير كان بيوصل لسعادتك يوميا على مكتبي، بس الله يكون في عونك، ملخومه ما بين متابعه حاله الدكتور زين وما بين انشغالك على اخت حضرتك، احنا ما حبيناش نخيبك اكتر من كده يا فندم. ايوه، عارف انا ملخومه قوي. الله يكون في عونك يا فندم. يا سامي. ازيك يا هاني؟ اخيرا. عامل ايه؟ ازيك؟ الاخبار؟ اعذرني اتاخرت عليك، انا مش متعود على سواقه في وسط البلد. يا عمي احنا بنيجي نقعد هنا لحد بعد نص الليل، بعدين استناك ساعه ولا ساعتين، ايه المشكله يعني؟ وانا بشوفك. عندك حق، عندك حق. كم مره اكلمك واقول لك تعالى نسهر ولا نطلع مصيف ولا نعمل اي حاجه؟ صح حقيقي، اعذرني. انت عارف انا بعيش حياتي بطريقه مختلفه شويه. طول عمرك قطر. ايوه قطر.
بما انك بقى ذكرت موضوع قطر ده خليني اخش في الكلام على طول. خير. انا عارف ان انت كنت المدعي العام لقضيه امبولات فيروس سي من كام سنه. مظبوط الكلام ده؟ اه مظبوط، وكانت قضيه مهمه جدا، كانت صعبه جدا. ليه؟ شوف، التحقيقات والتحريات واعترافات المتهمين كل حاجه كانت مظبوطه، بس دايما كان في حاجه ناقصه، في حاله مفقوده. حتى بعد سطور حكم بات ونهائي في القضيه؟ ايوه يا سيدي، ولحد دلوقتي. طيب كويس ان احنا اتقابلنا عشان ندور على حلقه المفروض ليه سوا. انا كنت جاي اشكرك انك خليتني ارجع صباح حياتي من جديد. اشكرك وبس. ما كنتش متوقع انك عملي كمان في وجود الباشا ظابط امن الدولة. اولا الفكرة كانت فكرة حازم من الاول. ثانيا حازم هو اللي اقنعها وخلاها تيجي تقابلني وساعدني باقناعها. ثالثا وثالثا وده الاهم، اني ما بقتش ظابط امن دولة دلوقتي، بقيت انسان عادي. حتى لو كل ده حقيقي، انا مش هتكلم في اي حاجة تخص القضية دي خالص. مش فاهمك يا مان. انت فاكر نفسك ايه يالا؟ انت هتسلنا ولا ايه؟ شايفه الاسلوب؟ شايفه هما دول كده يسيبوا الجهاز يفقدوا الذاكره بتاعتهم، لكن عمرهم ما ينسوا ابدا ان هما اتربوا عليه وتعلموه، ان هما فاكرين نفسهم انتنا غير طنط الناس. ولا انزل بتدف شويه بدل ما املك. حازم عشان خاطري بليز. الله، ما انت شايفه عليا وبيعمل ايه؟ خليك معايا يا عماد. سبق وقلت لك الكلام اللي هتكلم فيه ده مش هتستعمليه، واحتمال تخلينا اوقف كلام. إن كلامي ده هيوجعك. لو هتقول الصدق أنا هسمعك. طب اسمعني. عجبك مصر يا مريوم؟ كان نفسي أشوفك يا كلبة. واضح ان سامي هيتخطي جدا لما يجي ويشوف الحاجات ديت، لانه اكيد ناسي النهارده عيد ميلاده، واكيد ناسي ان انا معايا مفتاح سبيرلي فيليته برضه. لو كان بيبذل نص المجهود اللي بيبذله ده في امريكا كان هيبقى في حته تانية خالص. بصي يا فريده، النجاح في بلدك له طعم تاني خالص، ده اللي ما قدرتيش تفهميه، وعشان كده ضيعتي سامي من ايدك. الوطن هو المكان الواحد بيبذل فيه مجهود وبيحقق ذاته، ده اللي سامي ما قدرش يفهمه، كده يعني انا ومريم من ايده. دجا؟ لا طبعا اكيد مش هو، لان لو كان هو كان فتح الباب وبعدين كمان مش معاد رجوع، ده اكيد ضيف رخم وجاي يبوظ لنا الترتيب كله. اهلا. مساء الخير. مساء النور. سامي موجود؟ لا يا حياتي مش موجود. اتفضل. انت حنين؟ اه انا حنين. واضح ان هو حكى لحضرتك عنه. اه يا حبيبتي حكى لي زي ما حكى لك بقى النهارده عيد ميلاده كمان. يعني انا عرفته بالصدفه ان هو عيد ميلاده فقلت افاجئه، بس شكلي مش انا بس اللي فاجئته. لا سامي له حبايبه كتير قوي حبيبي الحمد لله. احب اعرفك فريده زوجته السابقه. اه اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. لا واضح انه حكى لك بجد. طب حكى لك عن مريم؟ لا. مريم مين؟ مريم بنته. أنا قبل ما أجي لك قريت القضية 100 مرة، وبصراحة عندي كمية أسئلة كتيرة جدا، عايزين ناخدهم واحدة واحدة. عارفهم كلهم، لأن كل الأسئلة دي جت في دماغي. آه، يبقى سألتها قبل كده. سألتها مرتين، مرة في التحقيقات ومرة في المحكمة. وصلت لإيه؟ ولا أي حاجة. سألت المتهم إزاي قدر يفتح شركة بالحجم ده؟ رد عليا الدفاع إنه مسؤول حالي. طب مسؤول حالي بس مش لدرجة إن الترس عليه مناقصة إنه يستورد مليون أمبول علاج فيروسي. دفاع اعترض. والقاضي ايه بالاعتراض؟ والقاضي وافق على الاعتراض. انت مش فاهم، انا ابويا ما كانش بيحب يتكلم معانا في تفاصيل الشغل، بس طبعا الكلام ده كله ما فاتش عليا. منين مصدر الفلوس دي كلها؟ شقه العمري علاء، فيها ايه بعد 35 سنه شغل في مجال تجاره الادويه؟ اطلع بحته شركه فيها ايه؟ ايوه بقى، بس الشركه دي راس مالها عشرات الملايين، ما اظنش يعني لحضرتك. علاء
انت لسه صغير على الكلام ده. وبعدين انا قلت ان الشركه بتاعتي وباسمي، ما قلتش ان راس مالها كله بتاعي. اكيد ليا شركاء. ايوه بقى، هم مين شركائك دول؟ انت هتحقق معايا ولا ايه يا ولد؟ كل ده عشان بكبرك وبعاملك كصاحب. انا اسف بابا، مش قصدي اضايقك، بس انا من حقي افهم، عايز افهم. وانا حابب فيك انك عايز تفهم. شوف يا علاء، بلدنا دي مليانه فلوس ومليانه ناس معاها فلوس، بس احيانا ظروف الناس دي بتمنعها انها تسيب مكانها ورا الكاميرا، يا اما لسبب سياسي او اجتماعي او حتى قانوني. عشان كده الناس دي بتبقى محتاجه حد زيي، حد يملك الخبره والاهم يملك ثقتهم، يظهر في وسط الكدر ويشغل الناس دي فلوسها. فهمت؟ فهمت. لكن برضه ما قالكش اسماء الناس دي مين؟ قال لي هقول لك في الوقت المناسب. طبعا ما جبلكش سيرتهم وقال لك انه ظهروا معاه في النيابه. وانت طبعا ما سبتوش الا لما عصرته وسالته السؤال ده يا كريم. طبعا سالته. الشركه دي مجرد غطاء لشركة أدوية مالتي ناشونال نازلة بتقولها في مصر. اسمها إيه الشركة؟ هي نفس الشركة المصنعة للأمبولات. مين الناس اللي بتعاملوا معاك مباشرة نيابة عن الشركة؟ أنا عاوز أسماء خليل. ناس مش مصريين. قابلتهم لما كنت في زيورخ بعمل عقد استيراد الأمبولات. ومش فاكر أسمائهم. معاك أي دليل على الكلام ده؟ وأكيد خليل زي ما قدملكش أسماء ما قدملكش دليل على أي حاجة. طبعًا، وده اللي خلى المحامي بتاع خليل يتمسك إن الموضوع مش موضوع اسم الشركة. موضوع ان خليل مستورد واخد اجازه فنيه من اللجنه بتاعه هيئه التامين الصحي اللي مسؤوله عن المناصب. واكيد ده خلاك تشك في ذمه رئيس هيئه التامين الصحي مجدي الميت، صح؟ طبعا، بس محامي خليل هو محامي مجدي، وده اللي خلاه يطعن على النيابه في قضيه الرشوه، لان النيابه ما قدمتش ولا تسجيل ولا ورقه ولا اي حاجه بتقول ان مجدي هو المرتشي. ايوه فعلا. محامي هو اللي طبعا، والدكتور زايد اتكفل بأتعابه كتير قوي. وإيه بقى اللي يجبر دكتور زايد إنه يعمل كده؟ ده لأن الشركة كانت باسم الدكتور زايد رياض الهاد. بس بابي عمره في حياته ما جاب لي سيرة الشركة دي ولا كانش ينفع يقول لك. ليه بقى ما كانش ينفع يقول لها؟ ليه؟ الموضوع ده لازم يفضل سر، ما ينفعش حد غيرنا احنا التلاتة يعرفه. مفهوم؟ خليل، مجدي، وانا مجنون برضو واجيب سيرة لأي حد. انا عن نفسي مش هتكلم في الموضوع ده مع حد غير نفسي. برافو عليك، تعجبني. بالمناسبة الراجل الوسيط مع الشركة المصنعة في اوروبا خلص الديل معاهم، والكوميشن بتاعه دخل حسابه، فاضلش غير انك تسافر له بقى وتمضي معاه. امتى؟ اول ما المناقصه ترجع علينا تمضي العقد مع مجدي. بس انت يا دكتور بتتكلم بثقه شديده قوي. انا اللي همضي لك على قرار صلاحيه الامبولات وانا قاعد معاك اهو. عايز ثقه اكتر من كده ايه تاني؟ انا ما بتكلمش على دلوقتي، انا بتكلم على بعد كده. احسن نروح كلنا في 60 داهيه. يا راجل فلا الله ولا فالك، ما تفهم بقك يا دكتور، ايه الكلام ده؟ على فكره لا، في ناس كبيرة قوي مطمنة، وأكتر من كده ما أقدرش أتكلم. أنت مش كنت يا دكتور قبلت الوزارة أحسن؟ وكان زماننا دلوقتي بقى بنعمل الشغل التقيل. السلطة زي الست، الاتنين حبلهم واحد. لازم تعرف إمتى تشد وإمتى ترخي، إمتى تقرب وإمتى تبعد. إنما بقى لو جريت واتدلقت على بوزك ترمي عليك يمين الطلاق في ثانية، أو ترفع عليك قضية خوان. عماد، أنا حذرتك إنك تكذب. أنا مش بكتب حتى الورقة بتغطير وبشعرك كويس. لا أنت كذاب يا لا، وكذاب إراري كمان. إزاي يعني بتقول إن الدكتور زايد ما قالش الموضوع ده لبنته لأنه كان سر ما بينه وما بين خليل بكر اللي الشركة أساسا باسمه؟ أمال أنت بقى ضربت الوضع ولا فتحت المندل؟ حسنا، كنت معايا. لا ما كنت
كنتش معاهم. حازم باشا اللي كان معاهم. ايه؟ وايش دخل حازم في الموضوع؟ نعم انت هتخرف يالا ولا ايه؟ كل المعلومات اللي اتعرفت دي من الملف اللي كان مع شريف الاوسمي. الملف ده كان يدين زايد، وقبل ما الملف يوصل للنائب العام بساعات اختفى الملف واختفى الشريف للابد. برضو انا مش قادر افهم، انا ايه علاقتي بالموضوع ده؟ امتى؟ الملف ده كان فيه تقارير امنيه صادره من الجهاز عليها توقيعك. القضيه دي قضيتك يا حازم باشا. والتقارير السريه اللي هي المفروض مهمه جدا وصلت لشريف ازاي؟ اكيد روى حلمي حكت لكم عن الست اللي كلمته قبل اختفائه بيوم وادته ملف.